على أكتاف اليمن الجديد شيع جسد الطير الجمهوري، جنازة تليق بقائد أعاد تعريف القيادة وشرف العسكرية حتى سقط على الدرب شهيدا، شهادة لم تغيبه من ذاكرة الحياة بل أعادته محلقا، حتى تمنى الجميع لو كان طيرا على الكتف أو كتفا تحمل الطير. رفع بين الناس إذن في صحراء محافظة كانت شاهدة على هامة منحنت إلا للموت. جنوده ورفاقه العسكريون الذين كانوا يقاتلون تحت لوائه خرجوا لودائعه وأيديهم على الزناد والأكباد. لقد رحل القائد وترك ظلا دافئا ووعدا للملايين بالتحرير والخلاص. الجميع هنا قادة ومسؤولون وجموع شعب غفيرة خرجوا لودائعه أيضا. قرأوا الفاتحة ثم قالوا ما قاله درويش: اكتملت رؤياك ولم يكتمل حضورنا نحن الأحياء. كل من وقف على مسافة من هذا القائد في حياته وقف مجلا في حضرة موته. هكذا كان اللواء الشداد ملهما ورمزا للشرف العسكري. بطلا رحل ليترك فراغين، فراغ القيادة وفراغا في ذهنية المحارب من أجل الدولة، لكنه ورث منهجا في العسكرية وشرف الجندية. اليمن ولاده بالقادة العظام الذين لا يريدون ولن يسمحوا أن حد يستعبدهم، ومستشهد على عبد الرب كل الناس سائرين في هذا الدرب وما جاءت لوجه هذا الشباب. هناك تربية عبد الرب كما قلنا في الماضي، وأبناء عبد الرب وأخوان عبد الرب وزملاء عبد الرب ماضون خلف عبد الرب في الطريق بإذن الله حتى الانتصار، حتى تعاد الدولة اليمنية. تقدم الشدادي محاطا بجيل جديد من العسكريين وذهب إلى المعركة ببندقيته. تعددت إصاباته وجروحه لكنه لم يغادر الجبهة وظل شامخا يتقدم صفوف جنوده حتى سقط شهيدا على أرض سرواح. لم يرحل الشدادي إذن، فقد ترك خلفه مجدا وتاريخا بدا للجميع أنه منهج جديد للعسكرية وتحول وطني في هويتها وانتمائها.